في عنا سيارة تانية كتير مميزة وهي كونسبت كار رائع، هي الهيونداي فيجن جران توريسمو كونسبت كار طبعا، وهي فيجن ولكن تعطيكم انديكيشن وين العملاق الكوري رايح. تعالوا نشوفها سوا. جديد سيارات جي تي او جران توريسمو يلي بتتمتع برؤية مميزة للمستقبل، اجى هالمرة من جانب شركة هيونداي يلي عم بتواصل خط التصاعد أكان على صعيد الحضور، المبيعات العالمية، وأكيد على مستوى التطور التكنولوجي. ومع N2025 Vision Gran Turismo عم تفتح هونداي موتور كومباني أو هيونداي متى تعودنا عليها بالشرق الأوسط الطريق أكتر وأكتر قدام اسم N للأداء العالي، وهو مقتبس من اسم مدينة ناميونغ وين رح تتطور السيارات الرياضية. وهون منحب نذكر انه كتير من الابتكارات التصميمية والتقنية يلي بتحملها السيارة عم تشوفوها قدامكم رح تستخدم بالمستقبل القريب بسيارات هيونداي العادية. وفينا نقول انه هالكونسبت يلي رح يرفع حماس محبي السباقات الرقمية وتحديدا ألعاب سباقات جران توريسمو المعروفة، وهو عبارة عن سيارة سباق للمستقبل، مع التذكير أن حضور هيونداي قوي أساساً بقطاع سيارات WRC والتحضيرات متواصلة لتوسيع الإنجازات المحققة ببطولة العالم للراليات لتطال كتير من البطولات العالمية التالية. تصميم N2025 Vision Gran Turismo بليق بسيارات سباقات التحمل ب 24 ساعة لمان، وأبرز ميزاته بتمثل بفعالية فتحات الهواء يلي بتلعب دور مهم بتبريد المكونات الميكانيكية من جهة، وبترفع ثبات وتماسك السيارة على الطريق خلال القيادة بسرعات عالية كتير من جهة تانية. والخطوط الانسيابية من مختلف الجوانب بتساهم كمان بتعزيز الضغط العمودي أو داون فورس من الأعلى للأسفل على جسم هالهيونداي الجريئة وقوية الحضور على الطريق. وتم كمان الاستفادة من الهواء لتطوير قدرات الكبح مثل ما بيصير بعالم صناعة الطيران. والمميز بالN2025 فيجن جران توريسمو انها بتستفيد كمان من طاقة دفع بالهيدروجين كتير متطورة ما بتسبب تلوث للجو، وعم نحكي عن مجموعة من المحركات يلي بتشتغل بالخلية الوقودية او الفيول سيل، وبتولي الطاقة اجمالية تبلغ 871 حصان. وهالقوة الدافعة موزعة على الاطارات الاربعة من خلال اربع محركات كهربائية، وقسم منها بيتأمن من ريكوفري سيستم وهو نظام متطور بحول احتكاك المكابح بالإطارات لطاقة كهربائية إضافية. وتركز اهتمام المهندسين بشكل كبير على خفض وزن هالـ N2025 يلي بيبلغ 972 كيلوغرام بس، وهالشي تم من خلال استخدام مكثف للكربون ولغيره من المواد الخفيفة بصناعة الهيكل وكمان بتصنيع جسم السيارة، مع تأمين Center of Gravity أو مركز جاذبية منخفض بشكل انعكس إيجابياً على الأداء العام. وبالنسبة للأرقام يلي بتحكي عن حالها، التسارع من 0 ل 100 كم بالساعة بيتم ب 2.8 ثواني بس، أما السرعة القصوى تبلغ 340 كم بالساعة. مثل ما انتبهتوا هالأرقام بتأكد فعالية وتميز هالهايبر كار على الطريق، واللافت أنه المهندسين حتى نجحوا بتأمين هدير دوران رياضي ممتع لنظام الدفع بالرغم من أنه صديق للبيئة. بالختام، صحيح أنه الـ N2025 Vision Gran Turismo هي سيارة أحلام، ولكن الأصح أنه تقديمها من قبل هيونداي بيعكس المستوى المرتفع يلي بلغته هالشركة الكورية الناجحة وعلى مختلف مستويات صناعة السيارات، وبيحضر الأجواء أكتر وأكتر لإطلاق قسم N الرياضي والخاص بالأداء العالي أو الـ N Performance Division ليفرض نفسه على حلبات السباق وخارجها أكيد. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.